المشاهدين اهلا ومرحبا بكم مره اخرى في برنامجكم تعليم المسيح بنرحب بكم في البرنامج وبنشكركم على استضافتكم لينا في بيوتكم من خلال شاشه التلفزيون موضوع النهارده موضوع يهم الكثيرين وهو موضوع اريد رحمه لا ذبيحه ماذا يريد الله منا هل يريد مجرد طقوس وعقائد وممارسات دينيه ام ان الله ينظر الى ما وراء هذا وينظر إلى الرحمة النابعة من القلب للإجابة على بعض هذه الأسئلة استضفنا معنا ضيف عزيز علينا الأسيس ماجد عدلي أهلا وسهلا حد الأسيس أهلا بك أسيس صحيح. إحنا بنسعد جدا في كل مرة تكون موجود معنا وبنشكرك أنك فضيت وقتك علشان نشارك مع بعض النهاردة ربنا يباركك شكرا حد الأسيس موضوع النهاردة عنوان الحلقة أريد رحمة لا ذبيح قبل ما نبتدي الكلام والمناقشة في هذه الحلقة أحب أقرأ جزء من إنجيل متى في تعليم المسيح في إنجيل متى اللي بيوضح الفكرة اللي هنقود حوالين منها النقاش في هذا البرنامج. قال المسيح هذه التعليم وهو متكئ في في أحد البيوت وجاء بعض قادة الدين في ذلك الوقت ليناقشوه هذه الكلمات. وبينما هو متكئ في البيت إذ عشّرون وخطاه كثيرون قد جاؤوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لإني لم آتي لأدع أبرارا بل خطاة إلى التوبة حضرة الأسيس ممكن تدينا شرح سريع عن فكره هذا المقطع في تعليم المسيح. تعليم المسيح كان بيركز على المفهوم اللي يقصده ربنا واختلافه مع اللي يقصده قادة الدين، بمعنى ان لو انا بحمل شخص رساله مفروض يوصل الرساله زي ما هي. لكن ايه اللي حصل؟ الناس اللي اعتبرت نفسها بتحمل الرساله حصل انحراف في توصيل الرساله، بمعنى ان كان المسيح بيتعامل مع رؤساء الدين على أساس إن هم ناس أخطأوا توصيل الحق بمعنى إن الناس دي واضح جدا إن هم مش فاهمهم المعنى اللي يقصده الله وناسين إن المسيح ده مرسل من الله فبيتكلموا مع المسيح كأنه إيه كأنه أنت جاي تصححنا إحنا عايزين نصححك إنت فاهم غلط إحنا اللي فاهمين صح فاحنا فاهمين إن أهم حاجة الذبيحة وأنت فاهم غلط واحنا عايزين نغيرك لأن احنا واخدين من ربنا اللي أنت مش واخده إحنا واخدين من ربنا إن إحنا نعمل الذبيحة على رقبتنا ورقبة غيرنا، وما كانوش بيعملوا ده فعلاً، يعني يعملوا على رقبة غيرهم ماشي، لكن رقبتهم لأ. فعشان كده الرب كان بيتكلم معاهم بالذات باينة قوي في تعليم السبت، يعني الموقف ده كان باين في هو الأول بيقبل الأول قبل ما ندخل في تعليم السبت، أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال بسيط. القادة الفارسيين من يمثلونا في أيامنا هذه؟ يمثلونا كل شخص يقود من خلال الدين ليس من خلال الروح، بمعنى انه شخص موجود مثلا في كنيسه، هو بيدي دروس دين مسيحي كويس جدا زي الفل، لكن ما عندوش المفهوم الروحي لتوصيل روح المسيح والروح القدس للناس، هو شخص لا يحمل الروح القدس لكن يحمل الكتاب المقدس مقروءا وليس مفهوما مجرد حافظ مش فاهم شخص حافظ الدين <applause> فبيعرف إزاي يقول لك القصص الموجودة في الإنجيل والتعليم الموجودة في الإنجيل ويكاد يكون هو نفسه ما بيعيشهاش لكن الشخص الروحي هو اللي الشخص اختبر وبناء على الاختبار اللي هو اختبره بينقل هذا الاختبار للآخرين لكن المسيح بيقصد ناس ما اختبروش بيقصد ناس حفظوا كويس ودول زي ناس كتير جدا موجودين في كنيستنا وموجودين في أماكن دينية موجودة عندنا في مصر وفي العالم أماكن دينية ناس حافظة كويس جدا وعايزة تمشي الحفظة ومش فاهمين حافظ مش فاهم طيب هنا المسيح لما رد عليهم قال لهم إني أريد رحمة لا ذبيحة ذبيح. الذبيحة تمثل وصايا وطقوس دينية م. م. هل تتعارض الرحمة مع تطبيق التعليم الدينية والوصايا الكتابية هنا, هنا باينة في أكثر من موقف الموقف اللي موجود هنا هو حرفيا هو موقف إن المسيح وتلاميذه قبلوا خطاة يقبلون الخطاة المواقف اللي بعد كده في انه يشفي يوم السبت ففي المفهوم كله مفهوم الرحمه والذبيحه هو قال لهم اذهبوا وتعلموا معنى القول اذهبوا وتعلموا هذه كلمه مم. هذه معناته اذهبوا وتعلموا هذه نقطتين فوق بعض ان يريدوا رحمه لا ذبيحه يعني عايز يقول ايه اذهبوا وتعلموا معنى القول نقطتين فوق بعض ان يريدوا رحمه لا ذبيحه فعايز يرجع الناس تاني لمعنى القول يقصد الله لما قال ان يريدوا رحمه لا ذبيحه في العهد القديم يقصد يقول اذا تعارضت الرحمه مع الذبيحه فانا بأطلب رحمه مش ذبيحه طب واضح في كلام الفريسيين هنا ان هم بيحاولوا يخلوا الناس يطبقوا تعاليم ووصايا الناموس نعم. لكن المسيح هنا يتكلم عن الرحمه للناس نعم. هل الناس خلقت لخدمه الدين ام ان الدين قد خلق لخدمه الناس اكيد الدين خلق وبترتيب يعني لو قلنا مسكنا الوصايا العشره كلها الوصايا العشره كلها كلها موجوده لخدمه الانسان كلها يعني ايه؟ م. يعني لما يقول له انا عايزك تعبدني وتعبدني انا بس لان كل مملكه منقسم على ذاتها تخرب فانا مش عايز اخربك. م. فبيقول له ده لمصلحتك مش لمصلحتي يعني انا مش, مش 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 محتاج منك انك تعبدني لكن انت لما تعبدني انا لوحدي ده معناته انك مش هتخرب. إيه في كل وصايا الكتاب المقدس كان يقصد بيها ربنا خدمه الانسان انك لما تقوم بالوصايا الخاصه بعلاقاتك بالناس هتكون محبوب من الناس وهتكون ناجح في علاقاتك بالناس فانا بعمل ده لخيرك انا قايلهم لخيرك تنظيم ده كله مش لخدمه الله لكن لخدمه العلاقه لخدمه العلاقه بين الانسان والله وبين الانسان والانسان اخوه مش كده ربنا نظمها جزء محوري في العباده عند اليهود كان يوم السبت وحضرتك ابتديت تتطرق لموضوع يوم السبت نعم اه احنا هناخد فاصل وهنستكمل الحديث في هذا الموضوع بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين ابقوا معنا بعد حتى الفاصل آه لكن من فضلكم إن كان عندكم الفرصة جهزوا وراء قلم تكتبوا أرقام التلفونات وطريقة الاتصال بينا هتظهر المعلومات على الشاشة نحب نسمع منكم نحب نتواصل معاكم نحب نصلي لكم ونقف جنبكم ويكون في ذهننا وإحنا بنحضر لكم برامج جديدة إيه الحاجات اللي انتم محتاجين تدرسوها معانا من خلال هذا البرنامج آه فمن فضلكم آه حاولوا تتواصلوا ونتقابل في خلال لحظات بعد الفاصل <متحدث> أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة تانية لاستكمال موضوعنا في حلقة اليوم عن أريد رحمة لا ذبيحة حضرت الأسيس بشكرك على الفرصة ديت نستكمل الحديث مع بعض أه اتكلمنا قبل الفاصل عن الكلام اللي قاله المسيح للفريسيين لما انتقدوه على معاملاته مع الناس اللي يبدو ان هم اشرار والمسيح رد عليهم وقال لهم اني اريد رحمه لا ذبيحه وزي ما ابتدينا قبل الفاصل نتكلم عن يوم السبت جزء اساسي في العباده اليهوديه واليهود لغايه النهارده بيقدسوا هذا جدا هو احترام يوم السبت اه ايه معنى هل جعل الانسان للسبت ام السبت للانسان؟ اولا احنا محتاجين نعرف الاول يعني ايه سبت. كلمه سبت هي كلمه عبريه معناتها سبس ومعناتها راحه. بمعنى ان ربنا جعل اي صنع يوم السبت ليكون راحه للانسان. فقال لهم الرب هو ربنا لما حط وصيه السبت حطها راحه للانسان عشان نخدم الانسان ولا عشان الانسان هو اللي يخدم السبت؟ فقال لهم اذهبوا بقى وتعلموا اتعلموا ده ليه؟ هل جعل الانسان للسبت ام السبت الانسان؟ فسؤال مليان تحدي تحدي للفهم وتحدي للادراك، هم سكتوا هم بيسكتوا ليه؟ لأنهم مش قادرين يفهموا وفي نفس الوقت هم عمرهم ما فكروا في السؤال ده هل جعل الانسان للسبت ام السبت الانسان؟ هو سؤال بسيط جدا يعني هو الدين موجود لخدمه الانسان ولا الانسان موجود لخدمه الدين؟ اكيد الدين موجود لخدمه الانسان فعايز يقول ايه؟ اذا تعارض الرحمه مع الذبيحه فالله بيطلب ذبيحة الله بيطلب رحمه مش ذبيحه بمعنى لما لما اعد السبت اعد لكي يكون راحه للانسان حضرتك قلت اذا تعارض الرحمه مع الذبيحه فالافضل ان نتبع الرحمه الرحمه وهل هناك تعارض بين الرحمه والذبيحه احيانا احيانا زي. يعني مثلا في ثلاث مواقف في الكتاب المقدس بيذكر فيهم ان الرب عمل شفاء وفيهم موقف في موقف رابع ان التلاميذ قطعوا من السنابل واكلوا يوم السبت م. فالاربع مواقف دول ثلاث مواقف شفاء وموقف رابع بيتكلم فيه عن ازاي ياكلوا يوم السبت. فقال لهم المسيح هنا تعرضت الرحمه مع الذبيحه. كان عندهم وصيه من وصايا السبت هم بصراحه يعني كان عندهم شروحات رهيبه جدا للناموس، فعملوا ايه اليهود ورؤساء اليهود والكتبه؟ قاعدين فاضيين. ربنا في العهد القديم حط عشر وصايا المسيح في العهد الجديد لم العشر وصايا في وصيتين هم كانوا حاطين اثقال على الناس مش بقى عشرة و... و... واتنين. لا تتخيل عددهم عارف عددهم كام 613 شروحة من العشر وصايا فتخيل انت عشان كده المسيح راح قال لهم ايه تعالوا يا جماعة المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم يعني احمال ايه دي دي مش احمال من المال وال... والاحتياج والكلام ده كله دي احمال دينية فحطوا اثقال ثقيل الاحمال الدينية تعالوا يا ثقيل الاحمال الدينية احملوا نير انا لان نيري هاين وحمل خفيف لانها هخلصك من القصه دي كلها مم. ومن خلالها هتقدر تعيشها ففي 10 وصايا في العهد القديم راح ملخصهم في وصيتين ونشرحهم بعد شويه يعني ايه لخصهم في وصيتين ليه لكن عايز اقول 613 شروحه راحوا عاملينها الكتبه معظمهم يختصوا بالسبت وش معنى السبت بالذات لان السبت يعني حضرتك تقصد ان الوصايا العشر القوانين العشر اللي الله اعطاها لموسى مم. هم فصصوها عملوا منها 613 قانون بالظبط كذا معظمهم يخصوا السبت، ليه يخصوا السبت؟ لان اكثرهم كان السبت له بعض الممارسات الواضحه والباينه فالسبت كان له ممارسات واضحه وباينه منها ايه؟ منها اذا سقط حمارك يوم السبت لا تقيمه. فرح الرب قال لهم ايه؟ انا عايز أسألكم سؤال انتوا عندكم بيقول اذا سقط حمارك يوم السبت لا تقيمه، فمن منكم اذا سقط حماره لا يقيمه يوم السبت؟ فالرب كان مذاكر كان مذاكر العشر وصايا طبعا مهم. ومذاكر 613 شروحه اللي هم بيقولوها فهو بياخد كلام منهم فالكلام اللي قاله في العهد الجديد من منكم اذا سقط حماره لا يقيمه دول جوه 613 شروحه وعارفهم المسيح فقال لهم إنه عندكم بيقولوا كده مين فيكم بيعمل كده ده اللي عندكم اللي هم عملوه 613 مش متل. مش, مش اللي قالوا مصر ربنا مش الناموس ربنا ربنا عمره ما يقول لما يسقط حمارك ما تقوموش عمر ما ربنا يقول كده لما يقول اذكر يوم السبت وتقدسه يعني ايه؟ يعني انت هتقدم فيه عباده يعني مش هتبيع وتشتري فيه يعني تاخد فيه راحه. لكن لما يقع حمارك لازم تقيمه. تقيمه لكن هم لا قالوا اذا سقط حمارك طب هو هو الحمار بيشتغل ايه؟ الحمار بيشتغل في في نقل الغله في الامور دي كلها فكانه عايز يقول ايه؟ هو تحت اي ظروف سقط هذا الحمار؟ تحت اي ظروف الا إيه انك مش مشغله يوم السبت. فهم بينقضوا نفسيهم. المسيح نفسه احترم السبت، ما بيقولش الكتاب خالص ان المسيح باع واشترى يوم السبت. ما بيقولش الكتاب ابدا ان المسيح عمل شغل يوم السبت، لكن المسيح كان بيصنع رحمه في كل الايام. طب حضرتك ذكرت بعض المعجزات وبعض التصرفات اللي التلاميذ والمسيح عملوها يوم السبت، مثلا شفاء مرضى يوم السبت، قطف سنابل من الحقل يوم السبت. هل كسر المسيح يوم السبت؟ ام حافظ الناموس؟ هو المسيح كان فاهم السبت ده شغلته ايه؟ فلو مثلا واحد جعان كيف تريح هذا الجائع؟ بانه ياكل فهو السبت موجود للراحه انا مش بتفلسف بكلام المسيح لكن بقول انه جعل للراحه فراحت الجعان في ايه؟ في انه ياكل فاكله فسيبه ياكل هم اعتبروا ايه؟ اعتبروا ان قطف السنابل نوع من انواع الحصاد هم ما استخدموش اي الات في الحصاد وفرقوا نوع من انواع الفرق، نوع من انواع اللي هم بيستخدموا فيه اجهزه، بيستخدموا فيه مكن، بيستخدموا فيه عماله، فاعتبروا انه كانها منظومه كامله، حصد وفرك وعمل، كانه عمل حصاد كامل، هو المسيح ما عملش كده، مجرد بس ناس تسد جوعها، فسالهم، قال لهم لما دخل داوود واكل من خبز التقديم الذي لا يسمح ان ياكله الا الكهنه، ده كان حرام ولا حلال؟ ده كان صح ولا غلط؟ سكتوا. سكتوا، ليه؟ لان عايز يقول لهم ايه؟ ده انا فاهم ان هو ربنا عايز رحمه مش عايز ذبيحه فرحمه الجعان انك تاكله ورحمه المريض انك تشفيه ورحمه الواقع انك تقيمه بس هو انا أريده رحمه لا ذبيحه مش عايزك تشتغل يوم السبت لكن عايزك تعمل رحمه المسيح احترم الناموس يعني المسيح ليه خرج للخدمه في سن ال 30 لانه بيحترم الناموس والناموس قال كده والتقليد اليهودي بيعمل كده فهو عمل كده ده احترام وما اشتغلش يوم السبت لكن كان يقيم قال لهم من منكم اذا سقط حمار ولا يقيم فكان بالحري يعني كان بالحري ده مش مش حمار ده شخص ده انسان خلقه ربنا أه طب ايه هي الشروحات الناموسيه اللي حضرتك اتكلمت عليها الشروحات منها الشروحة بتاعة إذا سقط حمارك يوم السبت لا تقيمه الحاجة الثانية معظمها تختص بالسبت زي مثلا إيه سفر السبت سفر السبت ده كان خاص جدا بإيه إن الشخص مفروض ما يروحش الا بس من بيته للهيكل يوم السبت ما يسافرش في اي حته تاني بس ما سفر سبت فعلشان اروح عند والدتي او عند حماتي يوم السبت من قبل غروب الجمعه اخد الكرسي اللي انا قاعد عليه واروح اقعد عليه عند اخويا او اختي او امي او حماتي واقول كده انا دلوقتي قاعد في بيتي فانا راح اسافر سبت فانا دلوقتي في بيتي ده تحايل على السبت فقال له ممنوع الا سفر السبت حاجه تاني اذا باضت الدجاجه يوم السبت هذه الدجاجه المتعديه ناموس الله لا تاكل هذه البيضه وتذبح الزجاجه الدجاجه والدجاجه دي كل البيض بتاعها يروح الهيكل لكن انت ما تاكلش كان الدجاجه دي يعني تعدت وصايا الله حتى الدجاجه عايز يحكم في الدجاجه انها ما يوم. يوم السبت فكان كان امور مبالغ فيها جدا معظمها يخص السبت وليه بالذات السبت لان السبت كان هو الوحيد المرئي اللي يقدر يتلعب فيه فتخيل لما احط على الناس من العشر وصايا 613 شروحة رغم ان المسيح لمهم بس في وصيتين. طيب حضرتك بتقول المسيح لمهم وصيتين. ايه هما الوصيتين وازاي يفيدوني انا في علاقتي مع الله؟ لما سئل المسيح إيه ما هي الاعظم في الناموس الوصايا الاعظم؟ قال له الوصيه الاعظم في الناموس تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك، والثانيه مثلها قريبك مثل نفسك. بمعنى م. ايه؟ ان العشر وصايا متقسمين لجزئين، الجزء الاولاني هم اربع وصايا خاصين بعلاقه الانسان بالله وده احنا بنسميه الناموس الطقسي، وست وصايا بنسميهم الناموس الادبي اللي هم الخاصين بعلاقتنا بالناس. فقال في الوصايا اللي موجوده في سفر الخروج اصحاح 20 بيتكلم عنها وهو بيقول الكلام ده مم. في اربع وصايا فيهم الناموس الطقسي انا هو الرب الهك لا تصنع لك تمثالا منحوتا بيقول لا تنطق باسم الرب الهك باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه الست وصايا اللي فيهم ناموس ادبي يبتدوا باكرم اباك وامك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك بالزور لا تشتهي بيت قريبك قال له لم الاربع وصايا دول في وصيه تحب الرب الهك من كل قلبك كل لما احب ربنا هعبده هو لوحده لما احب ربنا مش هحلف زور لما احب ربنا مش هحلف باسمه، لما احب ربنا هحترمه، ولما احب قريبي كنفسي مش هشتهي مقتنى غيري، مش هقتله، مش حزني، مش هعمل كل الخطايا، مش هسرقه كل ده هعمله لما اكون عشان كده هو لمهم في ناموس المحبه ان انا في الاربع وصايا خاصين بالله لو بحب الله مش هعمل كده. في الست الأربع... وصايا خاصين بالناس لو بحب الناس انا مش هعمل كده. وهل في علاقه بين محبتي لله ومحبتي ومعاملاتي مع الناس اللي حولي؟ اكيد. هي انا باخد محبتي للناس من خلال محبتي لله يعني بستمد محبتي للاخرين من خلال محبتي انا ومحبه الله لي بمعنى ان انا بختبر محبه الله وبختبر ان الله فعلا بيحبني وانا بقدم محبه حقيقيه لله الله هيصب بالروح القدس كثمر من ثمار الروح القدس فيا هقدر احب الاخرين بسهوله جدا يعني هل ينفع مثلا ان انا اقول ان انا بحب الله وبعبد الله بعد كده بتصرف تصرفات تؤدي إلى إذاء البشر الذين حولي ما ما ينفعش الكتاب بيقول إذا كنت أنا مش قادر أحب أخويا اللي أنا شايفه إزاي أقدر أقول أحب الله اللي مش شايفه <applause> طب حضرتك اتكلمت عن يوم السبت والكتاب إدى حسب تعليم اليهود تركيز واهتمام كبير ليوم السبت <applause> وللأسف حتى يومنا هذا يجهل اليهود روح وصية الله ويتمسكون تمسك اعمى بيوم السبت انا أه. كنت في فلسطين من فتره مش بعيده ولغايه النهارده أه. يوم السبت حتى الاسانسير أه. بيبرمجوه بحيث ان ما حدش يدوس على زرار الاسانسير يوم السبت أه. فهو يطلع في كل دور ويقف لوحده يفتح الباب لوحده أه. ويستمر بهذا الوضع أه. أه. لماذا كل هذا الاهتمام بيوم السبت أه. من جانب اليهود السبت بالذات كان وصية هي يعتبر الوصية الوحيدة من العشر وصايا اللي بتختص بالطقوس الخارجية كأنه عايز يقول إيه عايز يقول أنا هعمل أقصى حاجة عندي علشان أرضى الله وكأن الله بيرضى بالمجهود لأن ده ناموس مش نعمة ففاق اعتناق اعتناء التقصيين من اليهود عن كل الوصايا لدرجة أنهم وصلوا لمبالغات رهيبة فيه لأن كأنه إيه كأن هي دي فرصتنا الوحيدة اللي احنا نبرهن بيها لله إن احنا فعلا بنطيع فكأن زي ما بيقول الكتاب هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون يمنة أو يسرة دي ميلا يمين ميلا يمين زي مثلا واحد بيجي يصوم يقعد يذل في نفسه ولما يفطر مش عارف يفطر على ايه عشان يبقى ذل نفسه بما فيه الكفايه يعمل زي المسيح دي ميلا يمين دي ميلا يمين واحد بيصوم لغاية ما خلاص قرب يموت بيموت دي ميلا يمين عايز أقول إن في 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 ميول كثيرة يمينة يمين يمين يعني في ناس بعد الجواز تمتنع عن العلاقة الزوجية نتيجة إن هي متخيلة إن هي دي القداسة دي ميلة يمين في هم مالوا ميلة يمين زودوها قوي طيب في الكلام عن يوم السبت زي ما ذكرنا في, في بداية الحلقة إن المسيح صنع عديد من المعجزات وهناك العديد من المواقف التي يبدو أن تلاميذ المسيح كسروا فيها السبت نعم كم عدد معجزات المسيح والمواقف التي يبدو أن كسر فيها السبب هو بصراحة يعني الكتاب ما قالش كله لكن ذكر لينا بعض الكتاب نفسه ما قالش كل حاجة عملها المسيح لكن مثلا يذكر ثلاث مواقف فيهم معجزات وموقف م. في موضوع الأطف من السنابل المعجزة الأولانية بيتكلم فيها شفاء الإنسان الذي كان فيه الروح النجس في أربعة شفاء شخص يده يابسة في مرقس ثلاثة شفاء مقعد عند بركة بيت حزدة في يوحنا خمسة في بعض المواقف اللي هي موقف واحد بيذكر في مرقس 2 وده كان المسيح لا, لا لا يعني اليهود لقوا ان تلاميذ المسيح بيقطفوا من السنابل في قطف السنابل هم اعتبروه حصاد وفي الفرق اعتبروه نوع من انواع الدرس فما ينفعش تحصد وتدرس لكن زي ما بنتفق مع بعض ان القطف ده ما كانش مجرد حصاد ده مجرد واحد بيسحب عشان ياكل وهو الكتاب المقدس كان بيقول كده كان بيقول انك لو دخلت غيط لو دخلت حقل صاحبك مش مفروض ان انت ترفع عليه انجل عشان تحصل خد بيدك كل يعني هو اللي عمله المسيح كان كتابي مش ما كانش كتابي انك لما تجوع احنا عندنا مثلا بنروح المنيا او اسيوط او بلاد من البلاد الكرام وسوهاج وناس الكرمه لما بنخش اي حته فيها غيط حد يقول لك طلع فول وكل قطع فول وكل لكن بالمبدا الكتابي انك ما تحصدش ما تطلعش منجل ما تطلعش اله ما تستغلش اه وما تزيدش وما تاخدش تبيع لكن انت جعان كل ده الكرم فهو المسيح عمل اللي هو فيه كرم ده فالناس جعانه تعمل ايه؟ كلت فهي دي الرحمه الرحمه ماذا يجب ان تصنعه كرحمه مع الجائع ان تاكله ماذا تصنعه من رحمه مع الشخص الساقط انك تقيمه ماذا تفعل مع الشخص الخاطئ انك تديله باب للتوبه فهم عندهم استعداد ان كانه بيعبدوا السبت وبيعبدوا الدين وكان الناس تموت عشان خاطر الدين فاحنا شفنا نماذج عملها المسيح من معجزات عملها يوم السبت نعم. تبين رحمه الله على الانسان واستخدام يوم السبت لخير الانسان وليس تو. وليس تسخير الانسان نعم. ليوم السبت. نعم. ايه الفكر الروحي اللي نقدر نتعلمه في تعليم المسيح هنا؟ المسيح لما لما في انجيل متى اصح 11 لقى الناس تحت ثقل الناموس وتحت ثقل الوصايا مش اقصد الوصايا العشره لكن 613 روح اللي بنقول عليها دي قال لهم تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم النهارده احنا بندعي كل شخص ثقيل للاحمال الاحمال الدينيه ناس كتير جدا لاسباب دينيه ضايعه لاسباب دينيه نظرا ان انا حاسس ان انا مش مش كف ان انا ادخل الكنيسه مش بأدخل الكنيسه انا مش كف اصلي فاقول لك صلي لي انا مش قادر اصلي ورغم اني انا عايز اقول للمشاهد تعال ربنا زي ما انت ربنا عايزك زي ما انت الله في العهد القديم اعطانا الوصايا وفي العهد الجديد من خلال المسيح ادانا نموذج لتطبيق الوصايا من خلال المسيح. وبعد عهد المسيح راح مدينا الروح القدس في عصر الكنيسه اللي ماشي معانا لغايه النهارده عشان يقول لك الوصايا اللي اداها لك الله من ايام العهد القديم لغايه النهارده. مثلها المسيح وعاشها بامانه من قداسه. ففي في حد اداك الوصايا هو هو الله اللي ظهر في الجسد، اداك نموذج لتطبيق الوصايا، الروح القدس اداك قوه لتحقيق الوصايا. فانت مش مش ناقصني حاجه، ما عنديش عذر. فالنهارده انا عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان كان قدامك وصايا، قدامك نموذج لتطبيق الوصايا، وقدامك الروح القدس اللي النهارده يجي ياخد حياتك، يعيش بيك التعليم اللي عايزها المسيح، يعيش بيك المسيح، وتكون النهارده مسيح جديد بشخص جيت زي ما انت والمسيح مسؤول على تغييرك، لان الكتاب بيقول اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، مش مسؤوليته. انا مش مسؤوليتي اعمل الخليقه الجديده دي انا مسؤوليتي بس ان انا اروح للمسيح وهو يعملني خليقه جديده حضرت لسيس الكلام معاك حلو وفي كلام كتير ممكن يتقال في هذا الموضوع لكن وقت البرنامج انتهى انا حابب اشكر حضرتك على المعلومات الرائعه ديت وننتظر ان نلتقي في برنامج اخر مع بعض ربنا يبارك. ربنا يباركك. شكرا عزيز المشاهد بشكرك جدا على استماعك لنا النهارده واتمنى ان البرنامج يكون سبب بركه ليك النهارده الله بيطلب رحمة لا ذبيحة ومن رحمة ربنا أنه ما زال يعطيك فرصة حتى تعرف ما هو المعنى الحقيقي للعلاقة مع الله حتى تستمتع بمحبة الله ورحمته وإحسانه ليك والنهاردة بقدم لك تحذير قالوا الكتاب المقدس ليا وليك ولكل واحد إن كنت تستهين بهذا هذا اللطف وهذه المحبة يقول الكتاب في رسالة روميا أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم ان لطف الله انما ليقتادك الى التوبه، لكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضب ليوم الغضب. اتمنى انك تنتهز الفرصه وتتمتع برحمه الله ليك وغفران الله ليك، ان كنت محتاج مساعده، ان كان عندك اي تساؤل من فضلك اتصل بينا، الى ان نلتقي في الحلقه القادمه، ربنا معاك.